ان شاء الله في يوم من الايام كالياري تشكيل الاساسي معه. في الكالياري لوبيز جوجر كون اون 3 5 2 اليوم يلعب ب 3 5 2 رافائيل في حراسة المرمى رومانيا تشيبيتيلي بزكاني أليجري بوجود بارزالي بن عطية كليني ألكساندرو رباعي خط الدفاع أفضل دفاع حاليا في الدوري الإيطالي يعني من حيث الأداء فريق اليوفي ليست من صفاتهم الأنانية ولذا فأنا أعتقد كاريني مع يونيتسا وكذلك فاراغو بافوليتي في رأس في الخط الأمامي رفقة ديغو فراس ماسيميليانو أليجري مدرب نادي اليوفي منذ سنة 2014 وديغو لوبيز في الجهة المقابلة الأوروغواياني لاعب سابق في نادي كالياري لاعب الدوري أيضا الأوروغواياني سابق هو الذي يشرف على نادي كالياري للمرة الثانية بعد 2013 باولو ديبالا كنا نشاهد فيه منذ حين هدف اليوفي ب14 هدفا في الدوري هذا الموسم رغم تذبذب أدائه في هي التي تتميز بخسارة روما على ميدانه أمام أتلانتا قبل هذه المباراة ما زال باريلا والتوزيع الرائع قائمة ثانية خطيرة والكرة عن طريق باولو ديبالا من عند باولو ديبالا والكرة سهلة كانت من عند الثانية في اتجاه باولو ديبالا دخل باولو مازال ديبالا مازال ديبالا ديبالا ولا كثير من حوالي 24 متر ديبالا بابا با رائعة يا سلام وما يكون ضربة في العارضة الأفقية ورجعت واو في الزاوية 90 حط له الكرة هذه الحارس رافائيل لم ولن يقدر على صد كرة مثل هذه كلا اللاعب بيانيتش مازال بيانيتش الكرة الأرضية سامي خديرة ميغو إيغوين بابا با رائعة سامي خديرة وإيغوين على الطائر التسديد مع الدوران على طول رائعة جدا هذه الكرة من غونزالو إيغوين كادت تباغت رافائيل الفرصة الثانية ليوفنتوس تورينو في ظرف 10 دقائق لا الكرة البعيدة بحتا على ألكساندرو رائعة الحقها ساندرو ولكنها كرة خطيرة برناردسكي بابا بابا رائعة يا سلام ومرة ثانية سامي خديرة والدفاع رائع اللاعب فيدريكو برناردسكي المراوغة والتسديد في القائمة الثانية ضربة في القائم يا سلام عليك يا برناردسكي لم يقدر عليها البرازيلي رافائيل ثم سامي خديرة بالرأس والدفاع يخرجها أجو يخلي الكرة لفاراغو القائمة الثانية خطيرة بالرأس والرأسية من ليوناردو بافوليتشي كاد يخادع الحارس تشيسني أول كرة صعبة لفريق كالياري هنا من قبل بافوليتشي بالرأس ارتقى فوق رؤوس فوق الجميع وضربها بالرأس على يمين الصعبة المقوسة داخل الرؤية بابا بابا جول ليا ميرولين بيونيجو ولكنها بعيدة ضربة بضربة خطيرة فارياس مازال توزيع أرضية خطيرة وتقل الخرجة رائعة بالرأس تشيسني على مرات صعبة هي الأصعب الأخطر الأولى لفريق كالياري بالرأس هنا الرأسية كانت كاد يفتح مجال التسجيل يبقى فريق كالياري خطير في أي لحظة يقدر يفعلها صد كان رائع من تشيسني اوتوماتيكيا وبصفة عفوية إيغوين والضغط العالي إيغوين 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 وتيغاليني بعيد الكرة وسهلة لتشيسني خطيرة فاريوت 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 عودة مرور يراوغ ويدخل لا يلحق عليها رفيق فاراغو يا مهدي فاريوس الكرة خطيرة قال ولا هاي الكرة من باريلا في اتجاه بافوليتشي لفاريوس رغم التغطية من مهدي لمسها بيده تشيسني لمسها بيده تشيسني وانقذ اليوفي من كرة جول ديبالا شوف وين يرجع وينطلق هو صلاح ديبالا يا 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 شعر بشيء ما باولو ديبالا يطلب الخروج مباشرة فيه شد عضلي وتعرفوا بأنه الشد قد يؤدي إلى تمزق عضلي إن شاء الله سلامات على باولو ديبالا ولا يصل إلى هذا الشد عضلي والتمزق عضلي يأتيك لما
لا تقوم بعملية التسخين كما ينبغي وتدخل وتجري مباشرة، أو لما تزيد في السرعة في سرعة الجري هنا حاول يزيد في السرعة فشعر بشد عضلي. إيغوين 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 مازال إيغوين، هنا الكرة الكرة بيانيجو بابا باولا لا كرة من أروع ما يكون من برناردسكي لإيغوين، ومن إيغوين لميرالين بيانيتش كبير، الكرة البعيدة في اتجاه دوغلاس كوستا يغلق الزاوية من هنالك، كرة بيانيجو خطيرة، دوغلاس كوستا يحاول يمر زوج لاعبين أمامه، كوستا ما زال دخل باليمنى أرضية بول با 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 جول دوغلاس كوستا برناردسكي وجول، اهتزت الشباك في نهاية المطاف، برناردسكي سجل جول هدفه الثالث هذا الموسم مع اليوفي، اللعبة من أروع ما يكون من دوغلاس كوستا البرازيلي على الجهة اليمنى أمام لاعبين اثنين، راوغ ووزع كرة أرضية زاحفة، خرج برناردسكي كالقط وسط دفاع فريق كالياري وسجل جول، هاي الإعادة لسقوط لاعب فريق كالياري، سقوط اللاعب ليوناردو بافوليتي، لاعبو اليوفي وصلوا اللاعب لم يخرجوا الكرة، صافرة الجماهير كانت كبيرة ولكن دوغلاس كوستا حس بأنه سيفعلها، لاعبان أمامه راوغ ودخل على الجهة اليمنى وزعها، شوف برناردسكي والخطأ الفادح في دفاع فريق كالياري، جول.